القصه سيد بيبا ملك البلاعين بيسلك اجدع بلاعه اسرع ما بيسلك سنان. انا بلا فخر ما بحبش اتكلم عن نفسي كتير. والقصه حسين شطاف انا سخن وبارد دنا محبس بروحين انا سيفون ماشي انا بانيو ماشي انا انا وبلا فخر اول واحد يركب شطاف للقعده البلدي. اللهم صل على النبي. متقولش الكلام ده بقى قدام حد عشان ما تتحسدش. القصه صبحي زي ما انتوا شايفين من صورته كده شيك بل يعني ملك المواتير بيطلع المايه للدور العاشر اجدع من اي خرطوم مطاف. حبيبي صباح. وانا واعوذ بالله من كلمه انا القصه بابا اي حد في الثلاثه دول بيعرف يعمل حاجه انا اللي علمتها له. طيب هو الموضوع اللي احنا جايين لكم فيه موضوع يتعلق بمراتي. ايه مجالي طفحت عندها؟ لا هي شخصيا اللي طفحت وعايزين يعني نسلكها. هيا يا جماعه احنا لما دعبسنا وراكم اكتشفنا ان انتوا من اهم رواد بلعات الصرف الصحي رايحين جايين عليها طول الوقت، عشان كده انتوا انسب ناس تعمل سلاحف النينجا. دي مش هعمل سلاحف النينجا دي رح بقى نهدى شويه. المطلوب منكم تطلعوا من البلعات تاكلوها علقه مكن. لا مش مكنه قوي يعني اضربوها كده وكده بحيث ان سلطان يخش يخلصها ويبقى بطل قدامها. طيب يتبقى اهم مرحله وهي تسكين الادوار. دي اصعب حاجه. انا شايف ان الاسطى بابا هو اللي يلعب ليوناردو ولا دوناتيلو. لا ليوناردو لان واضح ان هو سايق وبعدين اللون الازرق هيعمل ماتشنج مع القرعه. اوكي ليوناردو. سيد شطافه الاسطى سيد شطافه دوناتيلو. مش عايز البس ست. لا مش تلبس ست. ايه حزام الموف على الكرش هيبقى تحفه. تحفه. الاسطى صبحي. الاسطى صبحي انا شايفه في رافائيلو. رافائيلو ما عنديش مشكله هبقى ذاكره. ما فاضلش بقى غير مايكل انجل. ما هو ده بقى انا سايبهولك في الاخر عشان دمه خفيف هتضرب وتقول افيه. طب والمعلم رشدان؟ لا ما هو احنا لما درسنا الموضوع اكتشفنا ان المعلم رشدان فار فده مش هيخوف. بالنسبه بقى للفلوس كاشات ووجبات. المعروف عن سلاحف النينجا ان هم بيعملوا الحاجات دي لوجه الله. كان زمان. لا 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 هندفع طبعا طبعا. انا عامل حسابي ان احنا هندفع. هناخد دلوقتي نص المبلغ وان شاء الله بعد ما نكمل المهمه هناخد النص التاني. اهم حاجه عندنا دلوقتي نحفظ ادوارنا بمنتهى الجديه. اتفقنا؟ عرفنا هنعمل ايه؟ لا على بركه الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لعبتي اصلا. لعبتي. ايطاليا قتلها كله هي لما شعرها هتجيب السلاحف على ظهرها. سوبر سلطان ها جاهز؟ جاهز. يلا بدأت تضرب اهي طير وانقذها. اطير ازاي؟ طير مش هعرف اطير يا ابني. ما انت لابس البدله. اي حد بيلبس البدله دي بيطير. بجد؟ ايوه طبعا بجد. يلا بسم الله. ايه في ايه يلا؟ شد عضلي رهيب. فين؟ في عضله الباي باي. باي باي؟ طب استنى. لا لا مش هينفع ده. ايه؟ انزل انقذها انت بسرعه وانا هحصلك. طيب بسرعه هرجع لك يا صاحبي. سيبكوا خالص من اللي قاله دكتور بهجت. انا عايزكوا تطلعوا من البلعات تدوها علقه موت منتهى العنف كانكوا بتسلكوا بلاعه في شارع بالكامل عنده انتفاخ. وبالنسبه للكاشات انا هديكوا اكتر من اللي فات. عرفتوا هتعملوا ايه كويس؟ لا على بركه الله.